السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن سيادتك يا شيخ، نعم. دلوقتي لو في مسألة الأضحية، لو دخلت شركة مع أقاربي في أضحية، ينفع أخش في سهم أضحية وعندي إن شاء الله عقيقة ممكن أخش فيها مع ضمن الأضحية؟ عقيقة عن ولد أو عن بنت؟ عن ولد هتدخل بسبعيني. يعني أخش في 70 عقيقة وصبع أضحية، نعم الله يسلمك. يجوز يعني يا شيخ إن شاء الله؟ نعم يجوز، جوزه فريق من أهل العلم. نعم بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم.